السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من قناة سلامة أآش. موضوع اليوم أو عنوان الفيديو اليوم خاص بتأشيرة ألبانيا، كيف تسافر لألبانيا بطريقة منظمة وقانونية. راح يكون عندنا واحد الملف خاص، يعني كيف تكون الملف تاعك بطريقة قانونية وكيف يتم إرساله ومراجعته في السفارة الألبانية أو التوجه إلى السفارة نفسها، باعتبار ما عدناش في الجزائر سفارة ألبانيا، وهي دولة اللي ما يكونش متوفر عندها أحد السفارات، مضطرين تسافر إلى أقرب دولة لبلدك. بالنسبة لألبانيا، ممكن تستخرج التأشيرة الألبانية من فرنسا، طبعا لازم لك شنغن، أو من تركيا. تركيا أسهل. هذا الموضوع راح أرتب له إن شاء الله، ما عليكم غير أنكم تنتظروني غدوة بأكثر تقدير، راح ندرج هذا الفيديو، وانتظروني إن شاء الله. لكل الشباب الذي لديها الرغبة في السفر إلى دول البلقان، باعتبار إن ألبانيا يعني من واحدة الحدود تربطها مع إيطاليا، حوالي 75 كيلومتر وبعض الأميال. لكل من لديه الرغبة ينتظرني غدا إن شاء الله، وما عليكم غير انكم تشجعوني وتكسروا من اللايكات، ما تكونوش بخيلين، نعرف انكم سخيين كثير. اشتركوا في هذه القناة واكثروا من اللايكات. الله يجزيكم كل خير، بارك الله فيكم. السلام عليكم، وانتظروني غدا ان شاء الله.